برضه ناخد كابتن الكبير كابتن ناصر عباس الحكم الدولي الصاب. كابتن ناصر اهلا بيك كابتن. طيب هتقولنا تاني، يعني انا بحاول اجيب لكم اراء مقنعه مش اراء وخلاص. جبنا كابتن شطه من رئيس اللجنه الفنيه في الاتحاد الافريقي قال ان كان الاهلي ليه ضربه جزاء وكان ليه هدف صحيح، وقلت انا في بدايه كلامي ودايما بقول ان دي مش شماعه، احنا بنقول اسباب. كابتن ضياء السيد اتكلم بمنتهى الموضوعيه وقال ان الاهلي في امس الحاجه الى 2 مساكين. خلي بالكو ان رامي ربيعه وسعد سمير مش موجودين، لو تفتكروا احنا كان عندنا مشكله في المساكين قبل كده من سنتين، وجبنا حجازي وجبنا رامي ربيعه، كان بيلعب سعد سمير مع محمد نجيب، دلوقتي سعد وحجازي ورامي مش موجودين. طبعا محمد نجيب كتر الف خيره، يعني حاجة جميلة جدا ومنتهى الالتزام منتهى الاحترام كل حاجة، لكن برضو الأفريقيا محتاجة سرعة محتاجة قوة محتاجة كل حاجة، عندنا يعني السرعة بس محتاجينها. كابتن ضياء السيد كمان قال إن هي عادي جدا كل الأندية بتخسر وكله، وعندنا نقص في المركز رقم 10 زي ما قال عادل مصطفى، وعادل مصطفى قال إن كان لازم يبقى فيه روتيشن أحسن من كده. يعني إحنا بنحاول نجمع آراء، لكن الأهلي يا جماعة ما فيش أي حاجة. أنا بالنسبة لي نتيجة الترجي كنت في أمس الحاجة إن إحنا كمان نتعادل، أنا كنت خايف جدا إن يحصل حاجة علشان قبل كده، عشان الحالة اللي إحنا فيها، عشان الإصابات اللي إحنا فيها، لكن كأهلي عمرك ما تخاف، إن شاء الله الأهلي يعدي هذا الدور، وإن شاء الله تلاقوا الأهلي في النهائي زي ما قال الكابتن سيد عبد الحفيظ. أقول لكم الأخبار بعد قليل. ده كان موضوع ماتش الأهلي والترجي، وأكدت على دور الجماهير، الجماهير الجماهير، أنتوا حمى النادي وأنتوا درع النادي وانتوا كل حاجه، فلو سمحتوا ما تخلوش تاني، ما تخلوش اي حد يفرقنا، ما تخلوش اي حد يبعدنا، وخلينا زي ما احنا حاجه واحده ان شاء الله في الكيان الكبير. طيب اخد الكابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق. كابتن ناصر اهلا بيك. مساء عليك كابتن، ومساء على كل الساده المشاهدين. مساء الفل عليك يا كابتن. يعني برضو يا كابتن اكيد هسالك على حكم لقاء الامس الاهلي والترجي، وشفت اداؤه ازاي؟ كابتن ميزو طبعا مش انا بس اللي شفت، الكل الناس شافت المباراه، وزي ما قلنا ان هناك اخطاء قد تؤثر في نتائج المباراه. دي المشكله بالنسبه للحكم، لما يتم هناك وجود اخطاء واضحه جدا جدا تؤثر في نتيجه المباراه، هي دي المشكله بالنسبه للحكم. وزي ما قلنا احنا بنقيم الحكم على المباراه بشكل عام، حتى لو النهارده هناك اخطاء تؤثر والنادي الاهلي كسب، دي اكيد بتبقى يعني اخطاء لم تؤثر نتيجه ان النتيجه كانت فوز النادي الاهلي، انما امبارح كانت المباراه طبعا التعادل، وبالتالي انا شايف ان هناك اخطاء اثرت بشكل مباشر في نتيجه المباراه، سواء كان من الحكم المساعد او كان من حكم الميدان. وللاسف دي مشكله كبيره جدا يا كابتن عبد الحميد نعاني منها، والحكم الحظ السيء اللي هو الفريق اللي هو لم تحتسب ليه الاخطاء الواضحه، ولما بيحصل تعادل او بيتهزم هنا الاخطاء بتكون مؤثره بشكل كبير في نتيجه المباراه. بالظبط. امبارح في اكثر من قرار طبعا الحكم لم يحالفه الحظ فيه، الهدف صحيح 100% من الاهلي، تم الاشاره عليه بدايه التسلل، لا يوجد هناك تسلل اطلاقا على اللاعب مروان محسن، وقلنا دايما ان هنا الحكم المساعد يجب ان يكون في تمركز واضح ويكون عنده يقظه يا كابتن حميد، خلي بالك لحظة لعب الكرة والموقف. طب هي الحالة صعبة يا كابتن ناصر؟ ابدا 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 كابتن، الحالة مش صعبة. ده انا بتكلم فيه. هو صعب الحالة كابتن حميد على نفسه ليه؟ احنا قلنا لما يكون التمركز مع اخر ثاني صحيح، تمركز صحيح بالنسبة للحكم المساعد، القرار بيبقى سهل. انا شايف ان التمركز طبعا تمركز غير صحيح، وبالتالي هنا لحظة لعب الكرة وموقف اللاعب كان في موقف سليم، الايد هنا او الاذرع لا تدخل فيه التسلل اطلاقا، يعني الايد دي مالهاش علاقه بالتسلل، ولكن احنا بنحسب الجزء من الجسم. شايفين الحاله هنا متغطيه بشكل كبير، والحاله من الحالات السهله، ولكن هو ما عرفش يربط ما بين اللعب الكره وموقف اللاعب، وبالتالي هنا هدف صحيح 100% اعتقد اثر بشكل كبير في نتيجه المباراه. ده بالنسبه للهدف التسلل اتلغى. هناك ايضا حاله من حالات اللي هي داخل الصندوق كابتن عبد الحميد لمروان محسن، ايضا ضربه الجزاء، عاوز اقول ان دي ركله جزاء واضحه جدا، لو انا قلت الدفع حسيب الدفع هقول في شد، يعني حاله فيها خطأين في وقت واحد، وبالتالي طبعا عندما يكون الحكم عنده مخالفه واضحه بهذا الشكل
وعنده الزاويه وعنده زاويه الرؤيه الواضحه. دي اهم حاجه بالنسبه لك يا كابتن ناصر. الحاله صعبه ولا سهله؟ سهله جدا، بس ده دي اهم حاجه بالنسبه لي. كابتن عبد الحميد عاوز اقول حاجه مهمه جدا. اتفضل يا كابتن. الحكم لابد ان يتوقع اللعبه. كابتن عبد الحميد ده عنده توقع عندما يكون في مهاجم ومدافع داخل الصندوق، هو يتوقع ان في مخالفه هتحصل، وبالتالي لابد ان هو يفتح لنفسه زاويه رؤيه واضحه، لابد ان هو يستعيد ذاكرته وتركيزه في اللعبه، لانه يعني حاجه من الاثنين، يا اللاعب المدافع هيرتكب مخالفه، يا اللاعب المهاجم ممكن يعمل تحايل او يعمل سيميليشن، يعني كده او كده هتبقى في مخالفه. وبالتالي في هناك ركله جزاء لم تحتسب ايضا لمروان محسن في هذه المباراه، وهنا زي ما قلت هنا الحكم حظه وحش لما يبقى النادي الاهلي النهارده بيطلع تعادل وبيخسر تقريبا نقطتين، اعتقد هذه الاخطاء اثرت بشكل كبير في نتيجه المباراه. اكيد. لو على ذلك، ولكن بنقول ان معايير احتساب الاخطاء ايضا هنا كان فيها اختلاف يا كابتن عبد الحميد، هناك بعض البطاقات الصفراء لم تطلع للاعبين. لا المباراه طبعا عاوز اقول النادي الاهلي هناك هدف صحيح لن يحتسب بداعة السلة، هناك ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب، أعتقد دولت كفيلين إن كان الأهلي يطلع فايز امبارح، وكانت المباراة كانت تستاهل كابتن عبد الحميد على الحكم. بقول هذا الكلام لأن النهارده كأس العالم النهارده هيبقى فيه تقنية الفيديو، أعتقد لو المباراة ديت فيها تقنية الفيديو كابتن عبد الحميد كان هناك قرارين كان هيتم احتساب الهدفين او ركله الجزاء او الهدف المهم جدا تقنيه الفيديو يا كابتن ناصر. جدا يا كابتن، وانت حضرتك شفته اكيد متابع طبعا مباراه الشامبيونز ليج النادي ريال مدريد برشلونه ليفربول، هناك اخطاء فادحه للحكام. لو هناك تطبيق لحكام الفيديو اعتقد كانت هذه الاهداف او هذه الاخطاء كانت يتم معالجتها بشكل اكيد اكيد. يعني كابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق، شكرا جدا على هذا التوضيح، جبت لكم من يعني من كل حاجه حاله وناس تقنع جدا اي حد بالحوار. احنا ما بنعلقش الهزيمه او ما بنعلقش التعادل على شماعه التحكيم، لكن بنقول سبب من الاسباب. حد تاني كان زمان الدنيا قامت وما قعدتش، لكن احنا ان شاء الله النادي الاهلي ما حصلش اي حاجه، والنادي الاهلي دايما كبير وان شاء الله يتخطى هذه العقبة البسيطة إن شاء الله، ويرجع النادي الأهلي يفرح جماهيره من جديد. هنروح لفاصل وهنرجع لحضراتكم على طول.